السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم معايا في قناتي منوعات مع نانو. نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله راح نديكم معايا في جولة في ليلو دو سين اباري 15 اغونديسمون، يعني بالعربية تعني جزيرة البجع، وهي يعني طريق طويل يقع في وسط هذا النهر، وهي يعني منظر فيها مناظر جميلة في الليل، وتتميز به هدوء رائع. يعني هنا في الليل يكون هدوء تام يعني، والناس تجي تتمشى هنايا، وكما راكم تشاهدوا الهيكا كاين يعني بواخر يستخدموهم يعني للسواح، يقوموا بجولة في هذا السد، ويعني يقدمون مأكولات يعني، ويديروا حفلات داخل هذه السفن. هذه البناية منها هي لا غادي دو فرانس. شوفوا هنا معايا الضوء الإشعاعات الليزر تاع لا تور ايفيل كيفاش يبان في السماء.
هنا نحبطوا منا الستاتو تاع ليبرتي دو باري. وهذا الستاتو دو ليبرتي هو نسخه من يعني تمثال الحريه بامريكا، واهدته امريكا الى فرنسا سنه 1986. من هنا كاين يعني ادوات للرياضه، وسائل للرياضه. هنا يجوا هنا يديروا سبور كما راكم تشاهدوا. شوفوا المناظر منا، الأضواء مع الماء شيبانو، حاجة روعة، مع السفن. وهذا هو ستاتو دي ليبرتي، تمثال الحرية بباريس. وهو يعني طوله حوالي 11 متر هذا الستاتو هذا. هوليك مكتوب سنة تأسيسه في 23 جوان 1986، يعني في هذا العام أسس هذا التمثال مباشرة بعدما أهدته أمريكا لفرنسا. يعني هنا كانوا وضعه هنا في هذا المكان. شوفوا هنا الباخرة كيفاش تبان. هاو منا لا تور ايفل، برج ايفل. شوفوا معايا الضوء الاشعاعات تاعو كيفاش يدور. Thank you.
وهذا المكان اللي راكم تشوفوا فيه بالالوان هو سنتر كوميرسيال بوغرينال اللي كنت درت لكم عليها فيديو المره اللي فاتت، وهو سنتر كوميرسيال رائع جدا. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، وما تنسوناش تعليق شباب ولايك للفيديو واشتراك اللي ما هوش مشترك معنا. وشكرا لدعمكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.